إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الموحدون، فاتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقواه فلاح للعبد في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إن شهركم الكريم قد بدأ بالتناقص والإضمحلال، فإن العبد الموفق من اجتهد بالطاعات وسابق إلى مرضات ربه تبارك وتعالى، فمن وجد من نفسه خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى وليسأله الزيادة والثبات، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والمفرط يجتهد فيما بقي ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز بمنه وفضله وإحسانه. أيها المؤمنون، إن العبد في هذا الشهر الكريم عليه أن يجتهد في مرضات الله تبارك وتعالى، يجتهد في أن يجعل الله تبارك وتعالى يقبل منه سائر القول والعمل، ويقبل منه الأعمال الصالحة. على رأس الأمر الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الإخلاص رأس العمل وشرط قبوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله تبارك وتعالى شرعه وفرضه وجعله ركنا من أركان الدين، احتسابا يحتسب بذلك الأجر من الله تبارك وتعالى، يريد بذلك وجهه الكريم، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. فأذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن العمل إن لم يكن خالصا لوجهه الكريم فإن ربنا تبارك وتعالى يرده ولا يقبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. We mentioned, brothers and sisters, that our month of Ramadan is decreasing day and day and night by night, and before we know it the month will be over. A person who is successful is the one who takes advantage of this month, the sacred time and blessed time, by doing righteous good deeds in abundance, seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever finds himself firm and steadfast upon this, he should praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala and ask him subhanahu wa ta'ala more. As for those who fell short, they should blame no one or none but themselves, but to know that it is not too late. There is still the majority of the month left. And a mu'min is a person who repents immediately to Allah subhanahu wa ta'ala and does righteous good deeds in abundance. We mentioned, brothers and sisters, that this is a time for a person to make sure that he has sincerity in his heart. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, he who fasts the month of Ramadan out of iman and the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, expecting the reward and the ajr from Allah subhanahu wa ta'ala, will have his past
minor sins forgiven. A person has to fast out of faith, knowing that it is an obligation and it is a pillar of Islam. And at the same time, he seeks the reward of Allah subhanahu wa ta'ala. It is sincere for his faith subhanahu wa ta'ala. He is not boasting or showing off. Rather, it is completely sincere for Allah subhanahu wa ta'ala. We mentioned the hadith in Sahih Muslim. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, Allah subhanahu wa ta'ala says, I am in no need of any partners. He who does an act of worship and associates a partner in worship, I will abandon him and his act of worship. And that is because Allah subhanahu wa ta'ala does not accept any action that is not 100% sincere for his faith, subhanahu wa ta'ala. فأيها المؤمنون علينا جميعا الاجتهاد فيما بقي من شهرنا الكريم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. فلما نزل عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله إنا رأينا منك شيئا ما رأيناه من قبل. قال وما ذاك؟ قال قلت آمين 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 لما رقيت المنبر. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. قال يا محمد رغم أنف عبد أدرك أبواه عند الكبر أو أحدهما فلم يغفر له. قال قلت آمين. قال جبريل قال يا محمد رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقلت آمين. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن المؤمن إذا فرط في هذا الشهر العظيم فإنه خسران. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي أخرجه الطبراني حديث زيد رضي الله عنه قال فإن المحروم فيه من حرم. والله محروم من أدرك هذا الشهر الفضيل ولم يغفر له، محروم حقيقة، محروم من الأجر العظيم. فإن الله تبارك وتعالى تفضل علينا جميعا بأن جعلنا ممن أدركوا هذا الشهر الكريم وبلغهم هذا الشهر الفضيل. أناس كانوا معنا في العام الماضي قدر الله تعالى عليهم الموت، وجعل الله تبارك وتعالى لنا فسحة في أعمالنا لندرك هذه الليالي والأيام الفاضلة. فعلى المؤمن أن لا يتقاعس وأن يجتهد فيما بقي. We mentioned, brothers and sisters, Prophet صلى الله عليه وسلم in the authentic hadith collected by Imam Ahmad under the authority of Jabir رضي الله عنه, he said, the Prophet صلى الله عليه وسلم got on the pulpit and he said, Ameen three times. When he came down, he said, Ya Rasulullah, we heard you say something you never said before. We heard you say Ameen three times. He said, Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibreel came to me and said, Ya Muhammad, indeed, such a person is a loser, the one who witnesses Ramadan and is not forgiven. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said Ameen, making dua against him. He said, Sallallahu Alaihi Wasallam, then Jibreel said to me, indeed, a person is a loser who lives to see his parents at the age when they're old, and it is not a reason and a means for him to go to Jannah, being kind and dutiful towards them. He is indeed a loser. He said, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ameen. And then he said, Jibreel said to me, indeed, a person is a loser who hears the name of you, Sallallahu Alaihi Wasallam, and does not make a salah. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. And he said عليه الصلاة والسلام آمين. حديث clearly shows that is, as we mentioned in the other hadith, the Prophet صلى الله عليه وسلم said, indeed, a true loser in this month is the one who wastes his time, the time of barakah, the time of rahmah. يا إخواني يا أفاضل من أعظم آداب الصيام الواجبة حضور الجماعة والجمعة مع المسلمين في المساجد. من أعظم آداب الصيام الواجبة يحضر المسلم للمسجد مع إخوانه للجماعة. بعض المسلمين هداهم الله في الصيام يفرط في الجماعة، ينام عن الصلوات، يستيقظ قبل المغرب، يصلي الظهر والعصر جمعا.
والله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أيصلح أيها الأفاضل أن نصوم ونفرط في عمود الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، وذكر أن التفريط في الجماعة من علامات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر. يعني كل الصلوات ثقيلة، أثقل الصلوات، كل الصلوات ثقيلة، لكن أثقل هذه الصلوات صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والله يقول سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سبب عبادتهم مراءة الناس، مراءة الناس، هذا هو السبب في العبادة. لا يأتون الفجر والعشاء، ما في إنارة، يعتقد الناس أن فلان موجود، لأن كان في أيامهم ما في سرج، يعني الإنارة ضعيفة، فيحسبون أنه قد جاء، ولذلك ما جاء المنافق. يراؤون الناس، سبب العبادة مراءة الناس، الناس تنظر إليه وتعرف أنه في المسجد، فيأتي الظهر ويأتي العصر ويأتي المغرب. لكن المؤمن يا أخوة لا يفرط في هذا، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال في نهاية الحديث رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، كبير في السن، مريض، ضعيف، يهادى بحاجة إلى مساعدة من كلا الطرفين، عن يمينه وعن شماله، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لماذا يا إخوة؟ تعظيما لقدر الصلاة، تعظيما لقدر الصلاة. We mentioned, brothers and sisters, from the etiquettes of Siyam that are obligatory is protecting and safeguarding your salah. Some Muslimin, may Allah guide them, during Ramadan, they sleep. They pass by all the salawat. He wakes up before Maghrib to pray Fuhr and Asr together. This is not acceptable. We said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam warned against this and said it is a sign of prophecy. It's a sign of prophecy. He said alayhi salatu wasalam in the hadith that is agreed upon that the two most difficult salawat for the hypocrites to attend are salat al-fajr and salat al-isha. So all of them are difficult, but the most difficult are al-fajr and al-isha. And if they only knew the reward in them, they would come even if they had to crawl. Even if they had to crawl. And Allah in the Quran subhanahu wa ta'ala mentioned the status and situation of the hypocrites, that they only remember Allah little and their act of worship is based upon boasting and showing off. That's why they don't come to Maghrib and Isha. Back then, the lighting was very weak. So people didn't see them. They would expect that this person is in the salah. That's why they didn't come. Because their ibadah, their worship is based upon showing off and boasting. They would come Dhuhr, Asr and Maghrib, but Fajr and Isha, they would think that people would think that they are already there. أيها الأفاضل، أيها الأحبة في الله، شهر رمضان شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أزيد الكلام بيانا في الخطبة الثانية، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون الموحدون، شهر رمضان شهر التوبة والمغفرة. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أن ذكر الآيات عن الصيام، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم حث المؤمنين على التوبة والرجوع والإنابة إلى رب العالمين في هذا الشهر الكريم.
والمؤمن أيها الأفاضل إن لم يتوب في رمضان متى يتوب؟ إن أقلع عن الذنوب في رمضان متى يقلع عن الذنوب؟ إن ما عاهد الله تبارك وتعالى على ترك المعاصي والمنكرات متى يرجع ويتوب؟ إما أقلع عن الربا وسماع الأغاني الماجنة والوقوع في المحرمات والمنكرات متى يتوقف؟ هذا الشهر أيها الأفاضل لبع لغسل الذنوب والرجوع والإنابة إلى رب العالمين. فالمؤمن عليه أن يجتهد بما يرضي الله تبارك وتعالى ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. We mentioned, brothers and sisters, that this is the month of forgiveness, the month of repentance. Allah tabaraka wa ta'ala in the Quran, after mentioning the ayat about Ramadan, He mentioned subhanahu wa ta'ala that, oh ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, if my servants ask about their Lord subhanahu wa ta'ala, then tell them that Allah subhanahu wa ta'ala is near. We'll answer their supplications. Because this is the month of maghfirah, the month of rahmah. We mentioned the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith that is authentic. He said the five daily prayers, and from Friday to Friday, and from Ramadan to Ramadan, is a means for forgiveness, as long as one stays away from major sins. Because major sins, ya ikhwah, need a specific repentance. But other than that, the minor sins, ya ikhwah, they will be forgiven in Ramadan. So a person, ya ikhwah, has to be intelligent to take advantage of this month, the month of tawbah, the month of maghfirah. We said, ya ikhwah, a mu'min who doesn't stop and restrain from riba, listening to music, falling into all these haram in the month of Ramadan. If you do not refrain from this and abstain from this, ya ikhwah, in Ramadan, when do you? If you do not seek forgiveness in this month, the month of Ramadan, then when do you? A Muslim, ya ikhwah, should take advantage. We ask Allah tabarak wa ta'ala to accept from us all. ثم نقول في الختام أيها الأفاضل أن بفضل الله تبارك وتعالى قد جاء عندنا يعني في الغد بإذن الله تعالى الإفطار السنوي لهذا المركز, مركز دار السلام الإسلامي, ويعني هذا الإفطار الخيري يا إخوة, يعني المركز سيقوم بجمع بعض التبرعات يا إخوة لبعض المشاريع المهمة. We mentioned, ya ikhwah, that tomorrow, bi'ithni Allah ta'ala, finally is our day for the fundraising iftar, bi'ithni Allah ta'ala, at Waintree Manor. And alhamdulillah, ya ikhwah, the masjid has been doing this annually, and it is for the purpose of collecting for the benefit of the markaz. We have a couple of projects we are working on, ya ikhwah, mainly the parking lot. It is a city ordinance, ya ikhwah, ever since we moved into the building, to change the parking lot and to change the sewage, since they need to be completely changed. And as you know, ya ikhwah, this can cost a lot of money. And we have estimated the project to be well over $70,000. And then we have, ya ikhwah, we have the wood area of the masjid. It is rotten and many spots it needs to be changed. So the brothers were thinking about re-bricking the building, first of all, out of safety, ya ikhwah, and then it would be better insulation for the building. As you know, three sides, of the building has only wood. So those are two main projects, ya ikhwah, we are hoping to collect for in this month and tomorrow, inshallah ta'ala. It could be well over $100,000. Now this is the month of sadaqah, the month of barakat. Before this, ya ikhwah, inshallah, after salah, if you could be patient with us for a couple of moments. We still have a lot of tickets, ya ikhwah, we did not sell. And please, ya ikhwah, tell the brothers that we have a project. Alhamdulillah, as you've seen, ya ikhwah, before, alhamdulillah, everything that's put in the masjid, is put into projects بفضل الله تعالى. And we ask Allah تبارك وتعالى to accept from us all, and we ask Him سبحانه وتعالى to make us from those who are pious and those who are sincere. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم مخلصين, ويجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم
استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم يا ربنا كن لإخواننا المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم ارحم موتاهم وداوي جرحاهم وكلهم ناصرا ومعينا. اللهم أغثهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أغثهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم فرجك القريب. اللهم فرجك القريب. اللهم فرجك القريب. اللهم يا ربنا نسألك بأنك أنت الله الملك الحق. العزيز الجبار. نسألك يا رب العالمين أن تقر أعيننا برجوع المسجد الأقصى إلى المسلمين. اللهم رده إلينا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، ورزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك يا ربنا بالغاصبين الحاقدين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرحنا منهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أظهر السنن وأمت البدع يا رب العالمين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا معهم برحمتك ومنك وجودك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام.